يونس وسويلم كما صرحت بها في عدة قنوات، انا ويونس هي الفولة وتفرقت. انا ما نقدرش نمشي بوحدي الا ما كانش يونس، لان كما كنقولوا حنا واحد المثال، يد وحده ما كتصفقش. يونس هو سويلم، وسويلم هو يونس، وعبدو هو يونس، وعبد الجبار هو يونس. يعني حنا مكمولين، كاملين مكمولين على عهد الله. نبقاو ما نقدرش انا نمشي من غير يونس. الدور ديالي هو انا كنغني وكنخرق واحد الفرجه، ويعني والدور ديالي جزء من الدور اللي كيهزوه الاصدقاء ديالي. كنمشوا بالبساطه وكنمشوا بواحد النيه خالصه، ضروري نعجبوا كل واحد، حتى اللي ما عجبناهش كنشكروه. دابا نعجبوه ان شاء الله.